سنساند رئيس الجمهورية وندعم الاستمرارية التي منحتنا الاستقرار الاجتماعي. بهذه الكلمات رافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن المساندة المطلقة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة لما حققه من مكتسبات خلال العهودات السابقة. باش نكملوا المسيرة تاع السلم الاستقرار الاجتماعي لي زافونسي ايكونوميك لي زافونسي سوسيال لازم نكملوهم، لازم نكملوهم اوتور دان كونسنسوس سماه لو فرون بوبولار. مادام حنا كنا مع الرئيس من البداية حتى النهاية، دونك حنا نعتبروا مساندون هذا الفرون بوبولار. سيدي السعيد هدد خلال إشرافه على لقاء جمعه بأمناء الفيدراليات الوطنية بمقر المركزية النقابية بالعاصمة بفصل كل مسؤول نقابي تخول له نفسه التلاعب بالمناصب، كما وصف الإضرابات التي تشنها بعض النقابات المستقلة بالتصرف العنيف. لازم احنا نسهروا على الآفاق والمستقبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ما فا با يتوليزي هذاك لاداج اللي يقول ابري موا سي الديلوج. المستقبل تاع الاتحاد اللي يجيو في بلاصتنا، ما راناش ورثه، ما وراش ساكنين في الاتحاد. سيدي السعيد اوضح ان المؤتمر المقبل للمركزيه النقابيه هو الفاصل في بقائه من عدمه من على سده قياده المركزيه النقابيه التي ستقارب 1,900,000 عامل مع نهايه السنه.